مشاهدي قناة كامبوس ماروك تي في، مرحبا بكم بموجز أخبار الجامعات المغربية. ينظم المركز الوطني للبحث العلمي والتقني بشراكة مع جامعة محمد الخامس بالرباط يوم الخميس 17 مارس 2022 بالتعاون مع آيكون جوريس دورتين تدريبيتين على منصات لكسيس ام ا ليغال ولكسيس 360. وفقا للبرنامج التالي، من 10 صباحا الى 12 ظهرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأجدال، ومن 2 مساء إلى 4 مساء بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا. تستضيف جامعة عبد الملك السعدية النسخة الأولى من فعاليات البطولة الوطنية الجامعية لكرة القدم المصغرة تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للرياضة الجامعية وبمساهمة الجماعة الحضرية للمضيق، وذلك أيام 16 و17 و18 مارس 2022 بالقاعة المغطاة الأميرة لالا خديجة بالمضيق. هذه الدورة ستعرف مشاركة 6 جامعات مقسمة على مجموعتين. المجموعة الأولى ستضم كلا من جامعة محمد الأول وجدة وجامعة شعيب الدكالي الجديدة وجامعة عبد الملك السعدي تطوان، فيما ستضم المجموعة الثانية كلا من جامعة ابن طفيل القنيطرة والجامعة الخاصة مراكش وجامعة الحسن الثاني الدار البيضاء. استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السيد عبد اللطيف مراوي يومه الثلاثاء 15 مارس 2022 بمقر الوزارة السيدة سيلفا لوبيز إكرا المنسقة المقيم للأمم المتحدة في المغرب. خلال هذا الاجتماع تمت مناقشة آفاق التعاون بين المغرب ومنظمة الأمم المتحدة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في أفق الإعداد للإطار الاستراتيجي للشراكة 2023-2027. استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السيد عبد اللطيف مراوي يوم أمس الثلاثاء 15 مارس بمقر الوزارة سفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة المغربية السيد أرموندو باروكو. وخلال هذا اللقاء تم تباحث سبل تعزيز التعاون العلمي في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للبلدين، ولا سيما الطاقات المتجددة والتكنولوجيا المرتبطة بها. وقد تم التطرق أيضا إلى صورة التعاون بين المؤسسات البحثية بالبلدين، خاصة فيما يتعلق بالإشراف المشترك على أطروحات الدكتوراه. نهاية الموجز، إلى اللقاء.